الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. وبعد، ان كتاب كان حال ومغعابا متن الغايه والتغريب اموحو عن كي هي متن ابي شجاع، متن ابي شجاع وحكسبسيها فقه الشافعيه. وعاقري كتاب كان ليرى غاية التغريب شيخ ليرى الإمام أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأسفهاني العباداني البصري الشافعي رحمه الله تعالى. إمام كان يوحى أو كل شيء مقال لذا بصرة وضك العراق أي كل شيء رحمه الله تعالى. وحاول شيء أفر بقول صدني أفرتي أفر بقول صدني أفرتي وحان الله أفسد في حدود قرنه شنبقولات بالضبط معناها تاريخ الله ما هي وحل قول انتي لكن إسلا قرنه شنبقولات أيو دينت رحمه الله تعالى. وكجر علماء دي قرنه شنات بكجر رحمه الله تعالى. إمام كان الوحوسو قوري معناها مدفر بضم بوحجوغي بصرة إلى وحال إلى أكثر من 40 سنة أيو علمي ضد كبري مقال هذا بصرة وحكى بعضنا فرتنسا كذبنا وحوسو قوري مجال ذا المدينة المنورة هل كاس أيو دقنا مساجد كالنبي أيو حاق جري عليه الصلاة والسلام مساجد كدرميسا أيو كوفي ذي جري وأنا ذي في جري رضي الله عنه وأرضاه. في نوس مسجد كأيو شي ذي جري مامول كمساجد كدرميسا حقا خاص كأه وطدك قار كمد أي كفاران أيو قبل جري إلا وكن رحمه الله تعالى. إمام كاني عمر دير بون الله إلا وحو قاري بقل سنة رحمه الله بقل سنة بو قاري أساقو هادانا حبن حبنيسا كميدا وح نقصان أي سنكو إيمان حبن حبنيسا كميدا أيضا وح نقصان أي سنكو إيمان. وحاد عضي اللي قيري محاد عيو أرين كان محكود عضي وحاويري ما عصيت الله بعضو منها فلما حفظتها في الصغري عن معاصي الله حفظ الله في الكبر. وعويري ألكم أنا عاصم بيوري حبني حبن كم إذا الله وما أنا عاصم سبحانه وتعالى مركي أنا حفظي أنت أنا يرى الله حفظي مركي أنا وين الله حفظي سبحانه وتعالى مركي وين الله بقى يدور حبني عجيب وين هذا الكاس عجيب كأبا الله صور الإمام كان رحمه الله تعالى أصقه وعافي ما تقبه حبن كيس واحد بعيسين قرن أيو دنتي. كتاب كان قيمة فرب بنا اللي بونو قال لي في كتاب كان آد بالله شرح وكتاب مشهور وعانا من أبي شجاع علماء الأد أشرح ذي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما جاء الله ينكب بالله يا الله سوء الرحمن سجود ونحرسته مؤمن يقال الله سوء الرحيم سجوني ونحرس ذلك مؤمنين تاع. الحمد لله الحمد ما هذه لله الله أسرناتي الله سوء رب العالمين ورب العالمين عالم كبرباري وصلى الله على سيدنا محمد النبي دشي ساعات نحريس إن بتقولي وصلى الله وسلم على سيدنا سيد كناها نبي وسيد لا شك نبي عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فقرة نبي سيد بوها صلى الله عليه وسلم محمد ناها النبي وعلي وآله وعلى آله نبي قرابدي ساء الله كي يلو دشود النحريس إن بتقول الله يلو أهل كاسوا الظاهرين كظهر صناعي نجاز إيو مرافق نمو كظهر صناع وحالقو وكو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله أهل كالنبي وحالقو وضع أبو الشافعي رحمه الله تعالى نبي قرابة دي سكو ممنين تاوى ابن المطلب ابن هاشم وقال الله صدق هذا أي كتاي حاران علماء قارك ما بحكو فسنا أهل وحالقو وضع إنهم كل مسلمين مسلم كستا أي أهل لقو وضع سيد أو دورتي الإمام النووي ساحل المنهاج رحمه الله تعالى وعلى صورنا كما قيل النووي باورك الله نسبيا وصحابتي هي النبي صحابتي سدوشو ضاءها تنحريس إن بتقلوا أجمعين الرمان صحابي نوحى ليرا ننكي النبي الله كل مي ننكي النبي أركي ما أصابتوا هذه اللي ننكي النبي أركي ما هاي معنا يو صحابة قارك من المحاية إن دولة صوما ننكي النبي الله كل مي حدنا رميي محابة حي قال باجته قال صوما نبي الله كل مي لكن أرمين قالها حدنا ومات على الإسلام
كو حاجه دينتي كلبت صح دك النبي رومي مركا هذانا دينتي كلنتي وما تعالى الاسلام شيخ مركا دو خنو شيغيا رحمه الله تعالى كتاب كاني صوبكا او قري دغي صوب تعريف بالله صوبك كتابك لو قرو ما سالني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى ان اعمل مقتصرا على مذهب الامام الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه في غايه الاختصار ونهايه الايجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه علي مصنفك سالني وحو ويديستي بعض الاصدقاء صاحب قاركود با وحي ويديستي الاصدقاء وجمع صديق جمع صديق وي صاحب قاركود با وحي ويديستين حفظهم الله تعالى الله حفظيه ان اعمل ان سميو اي ان اصنف ان الفوي ان سميو مختصرا كتاب لسو غابيه كتاب كاسو كسابسن في الفقه في الفقه فقيه فقيه سوى نوعيس فقيه فربنيه مذهب كيواي فقيه سوى على مذهب الامام الشافعي الامام الشافعي مذهب كيسا كسابسن نعم مصنف كاسابك اوقري صاب تاليف بالله كتاب كان محو اوقري مصنف رحمه الله تعالى اوقري ان ضدك قار كميد ايا ويديست انو قرأ كتاب وحنا كيف كميت عذابت إن معناها طبعا أهل الشيقين لقيها وصلك وقري رحمه الله وقري عدة ويدزتي كتاب كاسي مركب كتاب لسوقها بشيء مختصرة مختصر مع الله ما قل لفظه وكثر معناه وهي لفظه ويريه معنيه سوف ربضيه كساب سنة فقي فقي مذهب كالشافعي هذا فقي محال إلى لغة الفهم الفقه لغة الفهم بالله وحل فهمه أما اصطلاح فقه وحاله يقان العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها تفصيلية طبعا فقه مسائل فروع ضعه أيها القلية قدها لقلية أصول الفقه يصيح حكا الله إجمال مثل أبي حوليه حرام ومحي واجب ومحي وحالة سكالية نعم لكن تفصيل عن لقلة يا كالله فقه عادية نعم فقه مركا ازدلاح خصص بالله حق ازدلاح فقه محاله دجي ما هو موضوعه عاجره أشياء لهم عاب إلى طبان شيء وقفك إنه أقهد إيته تعريف كي سبحان الله واشقني محاله دجي فقه أفعال المكلفين ضدك مكلفين تأه أفعاشه ذا أيها لك هلا يا فقفك نوحا وسميد دون وامحي وحا سمين إيسو أيها لقو شيء وحايين أفعال المكلفين فقه انت لك سوقاتي كتابك سنة إجماع قياسك على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقه هذا برطم حياته في أيديس امتثال أوامر الله واجتناب النواهي قفك الله يوحي أو فرأي إنه فرطومه أياك إيمان إسه وحي أكرر يبن الله إنه كرر بتومه نعم فقه فلدك سوامحي معنى فلدك أولي وامحي أنه من أشرف العلوم علوم تأكو في عنا يكجرى نعم حدي الله فيري علوم تكالي فقه وامحي أي نسبته وحال إراء الفقه فرع علم توحيد توحيد كأي فرع كأصابت وقفك مركو توحيد كغاتو حدنا محاكي نوني يقول لي مثلا صلاة دي سومكي وحكانتي وصومك فقه يواي نعم يا دجي فقه إجمالا وحال الشيقاء الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وعفرت إمام أقوه الرئي بفقه أبواب قار كميدة أيوك قري سيدي باب تفليسيو حجرقي باب تقيبه كميدا لكن كتاب مستقلة أو لغا قري نيكو اقوه الرئيو حواء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب مصنف أو دمسترم شافعي عليك قري رحمه الله تعالى دي وحا لغا الله حق تصنيفك أيا لغا الله يشفقي يدي هرو أجري معنا حق اللي فيد أيا لغا الله إلا سوء الرسو أو حل ألفو أيا لغا الله يا معنا حكم كيسا وحنقنا يا مر وجوب عيني أهوى قرمو وحا آت كجرت إنا برطو مثل لما قفك هذا كجرت قناعسي وحنقنا يا قناعسي قاسي إنا برط بيع واجب فرض عين بيكون غنيسا نعم هدين لكن آذان كجرين محكون غنيا فرض كفاية وحي مركا آذان كجرين قعدت آذان كين صلاة إنا برط فرض عين واي إلا وحا كجرت وموت صومكي هكذا أن مسائيش أوكاد ليوام حي قضايوين كلا باريو سيدي زكاة قناعسية محاكا واجبة زكاة أهان وحيبان وعاسا قضايوين كماركا لدوني إلا باريو أيو كهالليا انتا ماركا وحالنا وقيبها ماركي تعاريف تفقية لغا هالليوين المباد وحالها مبادية طمان كهال مبادو عشرة والله
المبادئ العشرة. إمام الشافعي رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وحوها النبي أبو الله قرابه بن المضلب بكاس بوغلي رحمه الله تعالى بن المضلب أبوها الإمام الشافعي رحمه الله وحكونا شامي قال هذا قزة فلسطين بقول إيه كنتكي وحاول انتي لو بقول إيه أفرتي مركم يقول جري مكو لمن رحمه الله تعالى دعا دور بوجراء كنتري أفرسنا بوجري كنتري أفرسنا رحمه الله تعالى الإمام الشافعي رحمه الله مرك شيء قوحه نوشي كتاب كيسة صفات كأولية بيسو كتاب كاسو في غاية الاختصار صغاب يولوغي ذا هذي ماش أقدم بيسا معنا ونهاية الإيجاز صغاب ماش أقدم بيسا وأسكو معنا الله بدن كريم كتاب كمعنا آد بأو صغاب يا بولي نعم ليه محاو صغاب يا ليقرب السوء الدوادو على المتعلم متكبرنا يفقيا درسه درس كيسة ويسهل سوء فوضاده على المبتدئ إنك علمك فقهك بالله كواه حفظه إنه حفظ انتيسا نعم كتاب الشيخ حولي آد أسوء قابي آد محاكين أن محاك دونيا وحان دونيا إنك متعلم كأه برنا يا فقهك الشافعي إذا برنا يو سي وحا أو برنا يا أما ددك أو برا يو أما وحا أو برنا يو إنه أسوء دواد بان دونيا نعم أولاقي يا أبو مسألة دي معناها سفوض أسوء قاتو يا كتاب وقصوقات مثل لما دوحوا إنك بالله ويا هذا واحد بالله بيو اللي متعلم وإنك ما تكون حجنا مكت إنك بالله ويا أو هذا بالله بيو إن أسجن أو حفظك كتابك ولا جديد أسبان كتابك أيا نصه جابي بولي رحمه الله تعالى نعم ليغرب سود وادو على المتعلم إنك متكبرنا يا فقيه درس سود وادو دراسين تيسا أو دراسين يوفقي معنا براشديس على الله درسية براشديس أو برنيو ويسول صوف وضاده على المتدينك باللابي حفظ وحفظين تيسا بمعنى صوف وضاده إن لبرته إن لحفظيو وأن أكثر إن نبضي بإويديستين ضدكي معنا ضدكي سؤال شو ويديسوي وأن أكثر إن انفربضيو في المختصر كتاب كان نحديس إن انكبضيو من التقسيمات قيبها واركي دونا ان شاء الله كتاب الشيخ وحولي دونا ان بيها وحيو كالبحان تضوى قيب يا مارك قيبها نوع عاسب سي معنا حوغا فهمك فهمك معنا اوقفو ضوه بان كلاها بي دونا قيبها بان كلاها بي دونا ايو حسن الخسالي اي حالها إلا سوكوبو ها وحي واجب انا نكبر انتان شيا واجب انتان شينا واسنو سيدي ويسيد ان شاء الله كدونا وكلا قاضية انت انا واجب ابكس انت انا واصنو انت انا واجب انت انا واصنو سانكو قوصو مركب قوصو كوبيا اسكو ضالبا شيقو عرف اجبته وان اجيبي قراضي الى ذلك ارنكاس وان اجيبي ضالبا انيو ضلبيا للثواب ثواب كضلبيا الله حقي سبحانه وتعالى راقب انو الدونيا الى الله الا حقي سبحانه ونستناي وتعالى سري انا الله كدونيا او ك او او الله كدونيا سبحانه وتعالى في الاعانتي كلمه شيخ انو عدي راقم انغو دونيا او جرينيا الى الله الله حقي سبحانه ونستناي وتعالى سري في التوفيق اسوافجين انغو الله كدونيا للثواب سدا توسن لسوافجيو ودده خدعة قفك و الله انو ليشو محايل إنه الله على ما يشاء وحو دونه قدير الله وأوذا وبعبادي أدومن كيسنا لديفا مدود أمتقان أود إمريا ويان خبير حدنا أطرو حدنا خبير حدنا قنتو دعوك ويان الله لديف بعبادي آياتك لو هو الحكيم والخبير نعم انت مركب واضح حفريا كتابك شيء قصابك إن لو يديستبو نوشيكي وحاو كساب سيهي أي نوشيكي فقه شافعية أي نوع عديي ee haddana kitabku sheekada sii tilmaamo kitab aad u gaaban waaye ninka baranaya cilmiga ya soo inuu barashadiisa ugu fududaato baan u soo gaabiyay kan xifdinayo xifdigiisa mutadeegaas uu xifdiyo baan u soo gaabiyay baa kula yahay naxam waxa kale oo weydiisteen qoladaasi inaan badiyo taqsiimaadka qaybaha sheekada ka doonaa insha Allah ta'ala iyo haddana masaa'isha inaan koobo aan isku dhaxdaadin naxam inta wadhafa filaya ما بعنا كل ما شو
نعم انت امرك هو مقدمه كتابك معنا جوجل شي سي اي هور دعيسي هور ويان. نعم كتاب الطهاره كتاب الطهاره كتاب كان يوحو بابو يهي الطهاره. نعم كتابك كتابك مركي للدراسين الفقهية أرضك وحو مرا أرضك وحو مرا إشاري أرضك وحو مرا سيد حالة بمرا مر وحو مرا إنو برت كتبت خلافك عن كجر مذهبك مركو برنا الفقهية سيد أبي شجاع أوكال يا سفيان سمرنا خلاف ملا سمين. نعم سيد راجح بلغو شيء مذهبك راجحك مرنا وحال سمين يا مذهبك خلاف كجرو أيالو بريا وحالو مو عوافق المقارن في داقل مذا بلنا سيدي منهاجك ايو تنبيه ايو خلافات كده حيا شايفي دحودا أيالو بريا أصح ايو أظهر ايو صحيح ايو مشهور ايو بلغو شيء وأكد دونا إن شاء الله مرنا قفك وحو برنا يا مرك قدام بيسوا تا أساس برايو وحو برنا يا فالمقارن في يعني في داخل المذا الأخرى مذاهبتك لو حكي جلو إنا أقول تا الدنيا معناه ضالعته حلو بارق اي مهذب كشيره معناه ان مجموعه نووي كنت تقال خلافات اضل عنيسه سته ناس حاله قفك اي مره وفانا زمان. نعم الدليل قفك سامك اكي دونو قوله كسته waxay dirishinis كنت تلا قري كتاب و في عمرك ادلله مذاهبته سو كيناي وا ما حي كتابك الى و بلوغ المرام روسكري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى و هو كسر رسمهشاسي قوله كسته دليلكوده ايو كيناي و هي ضعيف و هي صحيح ايو كسر روش قول كست دليلك معنا واحد دليل شنيس حاجة أدلة كتاب أدو في حتى كتاب أدو قيمة في عالة وين أبي كتاب كله بلغ رامك وهذا حاجة أدلة قاب كان أدرى سينا ما كان قد دوني من أنت مسألة دي قال له دليلك هذي كأنه كل رجح دليلك ضعيف كهذا الله ما دونينا ماذا ما برينا مكت والله جيا مسألة مسألة هذه مذهب كحاجة حاجة دليلك ضعيف كطاي مركي قارو إشارينا لك عرب كان مرينا تاسو هذا ما دونه إنه معناه تا وقت قلنا كتاب الطهارة المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. نعم شيخ مركة قيبي وكوشك يا زوجي تقسيماتك بيها لغو طهارة قاطة واجد وشي انت انا قال انكور ظهار ذا وحل ذا وحل لها مقاسد هذا كورنا وصوش شهرنا سفينة يوحل لها وصائل يوحل لها وصائل الوصائل ظهار محالوغة مرادية ظهار ملكي لها أولا جديد وامح أفرش وصومر نصومين أفرد شو امحي الوضوء ويسدي غسل قبسكي سدح محيات عطيامم بوريسي أفر محيات إزالة النجاسة نجاسة أول إسكس وليه أفرت شيء بعد ظهار لغة مرادية إلا ويسو والغو ظهار قاطع صح قواسي والغو ظهار قاطع جناب دي نعم بوريسي والغو ظهار قاطع عيد أدبي ويسو ظهار دي أجاش تاقي نجاسة الإسكس وليه وظهار قاطع شو أفرت شيء محل إلا مقاسد الظهار الله قبطة مقاسد كسو علمين مكت. نعم وسائل باجرو وسائل الظهارة ظهر قاشد محل وقرا ايغنا وحوي الى افر شيء واي المياه بيو بيو الوقرا سوا. نعم الدبق مقدينتا الا مقارك مك الا او لا ظهرنيو محل وقرا ظهراس الا مقديمو واشينا او وا هل شيء او نجاسه هذا اسكو بدلي ظهارو وما الى امرك ما تقان لوغه هادلو ادوكه معناها ميلا ودمدا او بيها اسك جيرين او marka saxarada iyo kaadida la filtareeyo ya wa shay la tadiisi najaasa hadana loo bedelayo dhaaro banaantahay ma samaya maxuu laabanayaa masaa'isha waxa loo cilinaya marka oo lagu baxsinaya shay asagoo najaasa hadana isla markay dhaar noqdo samayn jaddan maqaarka wa najas hadana sabab kimuu noqonayaa isku bedelaya dhaaro waxa lamid wa soo shaada waxa lamida ee saxaradii oo kale oo noqotay tixir isku bedeshay أما تحسسك بدش ظاهر بو نقول يا استحاله معنا واسوالي جنيا ما كان كسب عالقو بحثيا المياه بيه الضبغ مقدينتي سدح وامحي حجر الاستنجاء لقى حالقو استنجوذو
أفر هو محي التراب حتى بقى استعماله من هذا تيجي بالاستعماله وده حل إيش كوا وده كمان كل قوس باي بقى حل لي تيجي كده لما يقان مكتب كاسة ده كده حل جيب بشي مسؤولي هذا شال استعماله صبر نقع عدده لو ما ده هرنو يكالين وح نقع حاشتاج بوس كيس وح كسته أو وح فوجيو مكتب فقية مكتب ما وح أو حتى أو بتقانا قديم بس ما مكتب وح كسته وح فوجيو أي استعاج نقع بوس كيس لما ذكر هذا كله قالع جامد نصوم الرسمين حكست وحفجي نعم مدى فرضا محي أطراب إيدا أفرطا شيء محلو معاوة وسائل الظهارة الظهارة الوغارة قيب سيسا حدوا محي وسائل وسائل الظهارة بالله وسائل الوسائل شكواني أو وسائشة محلو سيقارة لما الشيء الاجتهاد والأواني بيوك البي سمين وسائل ماينو حديك وربيها محبين ويل سما عم تبدك سبحين وصل وصل بالله كوه لوسي قرية مكت اجتهاد حديد قبلتي كوررتو ما لا أودك تكو اجتهاد إسا نعم عم بيه معنا أكو ده رغدا نسي با اسكو قسمه بيه كلا بيكو درسمن أو نجاسة اجتهاد با مرة يمشي سما بيه نجاسة حديد لكن لماذا الشيء أو إسكو درسمه هدي من أصل أولي هي أصل أوصل أولي هي اندهاره مثل بكاذي إي بي بأسكو درسمه مكو اجتهادي يا تحسما يا وإن لماذا الشيء إسكو درسمه لماذا بيوت مذوا إني أصل كدهاره وين أصل ك وإني معناها ظاهرين لما بيو كلا أسكو درسمه من النجاس لكن لكاذي إي بي ميا تالو اجتهادي ما وعلى إسكو درسمه أمركاس إسكو درسمه كرتها كاذي وحالي هديك هاد انت ميلا ليك ورن دباش أي مرتو أي نقطة معناها بيسك عادية إنك معنا شيء لا يعرف إنه يلاقيه كهذا سؤال رئيسا سيمد كله قسم إسا نعم وهذا شيء غير حلو يجري معنا قف كذا وهي النقطة ده أو النقطة كهذا يسوع معنا شيء أنا أكله حلو يجري وهي أو شيء في غير أنا رزقني كهذا وحمة قارنا ملا عم وحكرة يشير ملا حلو يجري نعم المياه به التي بها سو يجوز أو أي بنانته بمعنى يسوع يانسه يسوع التظهير ظهر قاده شو بيها لو ظهر قاته سبع مياه وتذوبيو تذوبيو ايا لو ظهر قاته ماء السماء سمد بيها كيمادو وماء البحر بد بيها وماء النهر وبيغ بيها كيمد اي وماء البير عالك بيها يز وماء العين ايش برقانيس بيها كيمه اي وماء الثلج وين اي بيها برفك اي وماء البرد قبوغ اي برفك ثم المياه انت امرك بيها لو ظهر قاته بيها سمادة كيما روبك عادية بيها بضاء وبيها قرارك بيها وبيها بيها معاوهي نعم وماء البئر وماء العين بيها علك عادة كجر أما إذا إيه اسكبر قنيس وعيل أنا هنا وبر قنيسة جبل أما بور بيها كبر قنيسة أمال نعم وماء الثلجي مركا فرقي وحاود حيا ثلجي إيه بردك وحاود فرقي وحاود حيا بيها ثلجي عركة بيك إيمانيان أيها حقا جلعصن أيها عركة إيمانيان كده مركي ماذا محينا قلنا برف عادي هذا كنا قلنا ده وطن كان عادي وانا قلنا وانا قلنا وماء البردنا أيوة ده حان يسود إيمانين برف ده أصود داعي كاس برد بالنا ولذلك أنا ده مركي حرت الله هاي وحاله من فم جري برف بيه برف القدارة قدر آد بنور رجت هاب برف بيها برف الماء القدارة قدر كرا برف كان ويا بنا مكت لكن ده وطن كان بنكو هنا أيوة ده بنا كله سما مركا علمي قو حوي هو هربر وقاري علمي هوري سمجد نعم ثم المياه بيه على أربعة أقسام أفرق يبدشو يدبوه هذي ها على أربعة أقسام واركد دونا إن شاء الله هدي يقول أحدا هدي يقول أحدا يدعو يسو سال يلي يا سمك تبكو أنو كينا إن شاء الله معنا دمان كيشار دونا علمي كالدين ثم المياه بيه على أربعة أقسام أفرق يبدشو يدبوه بيا أفرق يبقى حاجة دهارة ده أفرق يبقى ممكن لو دهارة قادني ضا متكور وامحي كو أحدها ظاهر وين متكور ظاهر بيا ظاهرة ذات ظاهرة مظاهر هذا أنا واحد ظاهريو غير مكروه آل كهن استعماله استعمال دي وهو الماء المطلق وبيه العيد الإطلاقي ومتكلم لبعضنا ظاهر وين بيا ظاهر أهو مظاهر واحد ظاهريو مكروه لك هذي استعماله إلا استعماله وهو بيها سنة
الماء المشمس وبه لقرحيه قسم جسد حاد ظاهر وبيه ظاهرة غير مظهر أو حمق ظاهر وهو الماء المستعمل وبه الاستعمالي قسم قدر والمتغير به دور صومي بما شيء قدر صومي خالده ديهي أو من الظاهرات كوى الظاهرات كا إيوى ماء بيوي نجس النجاسة وهو أسوء الذي كيوي حلت فيه لحدي سيكون عذي أم إيدكتي نجاسة النجاسة والحال هو أسوءنا دون القلتين فوست بيا إكيريهين أو أمس كان أهذي مدفر بضن أو أمس كان أهذي قلتين بيا قلتين أم وحك بضن فتغير مركع إسبدلي والقلتاني قلتانكو خمس مائة رجل شم بقول أو وزنوي بغدادي هدي أنا عند بغداد تقريبا في الأصح سيد أصحى نعم ليش أروح على جليا به غيب هذا مركم يدو جو ظاهر إيه مظهر محل جو ذا ظاهر بمعنى بيه هذا تدو ذا أي ظاهرة حدنا ومظهره وحباء لقو ظاهرة كراوي مرني جاسة أي كود ظاهرة مر باك دونا بيه وحاجرو أي ظاهرة لكن وحباء عن ظاهرة كرين أي حاجرو تحب على احترازية ما فهمتي بيه ذاته ذا وظاهر نجاس معن حدنا أيقو ذاته وظاهر إيهين با مر نجاسة بالغو ظهرنيا كان مركب بحانو قد ظاهر ومظهر واي بمعنى ظاهر في نفسه ذاته ذي سوى ظاهر حدنا مظهر لغيره وحكال بالغو ظهر كراوي انت وفانا سوى نعم بيه مركب مركب أويا بيه قيب حوية ظاهر مظهر لغيره حدنا وغير مكرون استعماله وبيئ اللي استعماله الله كان واركد دونا بيو مكروها باجرو إلا استعماله كراهيو واركد دونا إن شاء الله وهو الماء المطلق بيها الله إدلاغيو عن قيد لازم عن وذن قيد لازم عن وذن مع بحي بيو حاجرو إن ظاهر بقى هذا لكن قيد بيوتان وحباء وحباء لصعدو مع كمذا ماء الوردي أما بيع عصير كامرد عبيتان عاتم تلبي بحاتري بيع مرضنا هذا مكتب محلي بيع محلي بيع عبيتانا سو مرضي محلو يغانا بيع عبيتانا بلو يغان سوان ها بيع عبيتانا بلو يغان اي بيع عادقة بيبا نرا سوان بيع مركع بحابة عصير كا او لقصي كواسي ويبحيا سوان بيع معنا قيدة مكتب مطلق مهن بيع نمو يكبحي معنا بيع لميرا وعلم إذا ما الوردي بالله بيها ما الوردي جمار ولا سكده ويا بيه وكجر الله يروى ما الوردي بالله محيوة تان قيد ما الوردي وردي الله سعد الوقت وإن بيو مركب بيبس بيه ليرة لكن لما لان بيها عالكيو بيها وبيه خاص لما لان قواس دادي بيها لقى سوق هذا عالك بيه إسكنه قرينا موت ما قاعد بيه وطن نعم قسم يلا بعد وبيه ظاهر حدنا واحد ظاهريو ننعوا أسكمت لكن هي متقن كبحين مكروه استعماله الا استعماله حق جيرك بالك هذه لكن ولو دو وانا بيه ظاهر وانا لو ظهر قاد كرا افانا سوا ولو ظهر قاد كرا لكن وحا لك هذه الا استعماله كاشده مركي كرايه لبا قيب وهي تنزيه و تحريم حارن ما انا وحا لا ودا اجرك ايا كان قسامه مركا كو ظهر قادنيس اد كو ويس قادي مثلا با ايا لا ودا افانا سوا حق مذهب كواي marka waa jirka ama marada maya jirka laga hadlaya wa huwa almaul mushammasu wa bihi lagay qoraxda la dhigay bihi qorax baa la dhigay qoraxda iskeel limudo qoraxda baa ku dhacday biya noocaasi marka xaga shaafiiciyada waxay leeyihiin caafimaadka uma fiicno xaga caafimaadka jirka uma fiicno marka in caafimaadkaaga loo dilaalo macna marka waxay dhayn waa karaahiyo laakiin dhaharada ku dhara qaadi karta afaanasoon واضح وانا لكن حقا سيدة صحبة مركي الله باري علماء شافعية وحي سيدة وحكم الإمام النووي مركي الله باري وحي دهن لما لهم بينين حتى عافماتك وحد لما لهم الإمام الشافع الإمام النووي رحمه الله تصبه ورجحي أو كمان شافعية شافعية نحوه ويا وقاذا وحا مركي جيرو مركي ليهين بياه شافعية بياه قرحة لديك يوحى لقا وذا وبياه ميل قرح جيهو ميل أدكرو قد كانوا كلامان ميل آد وكلول أو هادانا كجيرو بيو في إناء منضبع ويل بوس بيا
ويلك معدن كمرقو أبو أبو صامت ويلك معدن كبيا كجرا بالكليا سببته ويلك معدن كبيا هدي جلان قال هذا لديكو حوا وحك صباح يا مود وحوا ما تقن دحل دحله وحصو صبغة أك صباح يا نكي أركي يا ها مرقو حيد لأنه حاس باقفك عارف ما تكسر نبكيني هدي مرقو دي عايزه نقطة عارف ما تنبكيني سدي وصح هدي كنا لو ما يسمن ها تحس مرقو وبابك لو عارف حق عارف ما تك كوسابسن قسم يلا بادوا وبيال وظهر قبيال ظاهرة لقونا الظهر قاعدة كرو لكن محاليري إلا استعماله بالك هذي أفنى صبا قسم يسدحات وبيال ظاهرة أحداث لكن ألقوا الظهر قاعدة كرين أفنى صبا وعجيب شايف إذا قبته وهو الماء المستعمل وبيال لا استعمالي دي بيال الاستعمال وام بي أنت كوب مقف أنت كوب بيات أنت كوب سقاط تقار كعبت الكتمه استعمال كل شيء ها استعمالك واحد قال لي يا لو استعمال الظهارة متنب ظهارة واجبة سو ما لي دمود استعمال كسي قدر أفهمين هذا أنصوري دقيست والبا سقاط جدًا كدبنا بي بكوش بتقعد وجهه اللي ويسده ما قمر واجبة انت واجبك هو سدوما حل مروه لو ذا كله صنوعي النبي صلى الله عليه وسلم نبي توضا مره في صحيح البخاري النبي حل مروه وزقت هي مركا انا غانتا كسو قاداتي وجهك ودخد ويلكي اوريسي سوا نعم بياس كورن هدانا انت غانتا ان كسو قاتو ويلكي كسو هدانا ان غانتا كدو غانتا ان لي واجب اموت غانتا ما صار سو واجب ما صار لكن السنه مركا لباد مركا لباد دا كعلس ديمله إلي مركا بيها لو استعمال شيء واجب أو استعمال شيء واجب كالأم استعمال أنت وفانا صلا ها الله ما أقوله حاجة مذهبك إلا قام وضع بيها مستعمل كأه إن أنت أسوقا تولي لبيك وجر حواء بيئة كفر دان صلا ما أقوله مستعمل هل يعرر شيقا نكون ندون إن شاء الله تعالى إن ويل ويل أف بنان إن اللي يدر سكر بيه واجه في عيدة واي سيقال داري فقيقة موقت إلا وفصير ما لو تزم مقاس أقفك وحاركي صومالي عكس دحلاه وما طعف وحرن مقاسو ستاء هذا هرد ما عين الله بولي بيها يسنقارني وحق الدنواي تفسيق الدنواي عمرك وهوشا هول لبضا مستعملك وهول معنا شداء واي سوا يا سميك ربا ويل انت بيه لقود هذا لسوقاته لقود وهول ديرو شداء واي مقا هذا وحا سكوات كيس ولقود كيس نعم لكن حاجة دليلك حاجة دليل حاجة هذه حاجة لها دليلك بيها الله استعمالات ما تقارن الله استعمالي وح ما والقود هرق على كده حاجة دليل أهم نعم حاجة دليلك إن شاء الله كلا صار ماذا بكيد دليلك نعم مرة بدنا أركض ده إن شاء الله مسألة ده ماذا بكيد قبوا يدليلك فرق يعود حي وجو تاوي هذا معنا قسم جاء الله صعد غيبتنا وإجانا الظاهرة لكن الود هرق على كده ما هي والله متغيره بما خالده من الظاهرات بيبا وحا كدر سمي عانو عيا كدر سمي محالو ما يعاوى يا بياس برح سوما ها شيء ظاهرة عيا كدر سوما سوما ها كاسنا وادوا ظاهر انا كرسي كرتا مرا متقانا او متقانا اسكا نظيف يا عيا حقالك وسقة اكو كرتا افنا سوما لكن نجاسك مسؤولك صوتها ما جي بيني ما كبحن وقت ما جي بيني ماذا ما كبحن إلين بيبرح على ليه قسم ياسن وقسم جيس سدحات قسم قدام بيوما وبيها نجاس ده بيه كده على مك بيه كده على نجاس أسرق فوستا كير أما هدور سومان أما ياسن دور سومين وسومر مساس نعم فوصلة مركا وحا لغو نقوانا يساحي دي اللي حقا الليتر كا دي اللي آدو وابقول إيا سياشان ليتر واي بقول إيو سياشان ليتر واي وحا لامي دا بيو فوستا فوستا بمعنى بقول إيا سياشان ليتر إيا كبادن هدي نجاستي إبدشو هدي نجاستي إبدشو بيا مركا هدي فوستا كيريين هدي نجاس كل عدو هد هبدشو يسن بدرين وانا جس افنا زمان
sababtoo ah waxa laga dhiliishanayaa mufhumkii nabiga nabi kalee saxa salaama hadii biyo qulateen ay gaaraan fusto ma nijaasooban marka maxaa laga fahmayaa hadii laakiin qulateen ay ka hoosayaan mufhumku waa nijaas naam shafiicada qaar kamid ayaa jiro culumada qaar kamid ayaa jirta sida maalikiyada kale oo ku tagay biyaha waa isku mid waxa la fiirinayaa doorsoon baa la fiirinayaa qolka shafiicada kamid ayaa qarjahay naam marka markii limka leey nijaasta hadii fuusta biyo ka yar way nijaasoobayaan hadii wax ku dhacaan doorsoon iyo waxa loo fiirimayo waxa laga soo reeba nijaasada isha aysan halilin xiyaas waa sababta wax iska cafiye marar badan meel badan baa loo cafiye waxa kamid ah diin musqusha hadaan mid tirba saxaroonays ama akaadinays wali wadankan oo kale meel la fariisanaayo wixii way dhacayaan hadana way soo fariinayaan sabar la shak in wax ku dhacaan waxaad ogaatay iska dhaqaysa magta waa laga yaaba taas ka macna waa iska cafiye la wax yaro aan darafka aan halilin waa magta marka qaacidadu waa maxay anna jamee'a ma yashqu al-ihtiraz anhu ghaliban fa ma'fuun wax kasta oo in la iska ilaali ay adkaato waa iska cafiye waa qaacida fiqhiya jamee' ma yashqu al-ihtiraz anhu fa ma'fuun naam waxa kale oo lamida haday ku dhacdo xayawaan wax dhiga aan lahayn dhig socdo tixsiga oo kale baa ku xogaa ku dhacay naam baranbaradii baa ku dhacday naam hadii aan lagu turin hadaa ku ta kor inta ku turto taa aruurisa ku turto taas la yeelima waad ayada ku dhacda la dida ayaa laga hadlayaa aysan bedelin shuruuda baa loo shadiyaa in aan lagu turin in aysan nijaasadii macnaha wax ku dhacay aysan bedelin inta marka waxaan uga baxnay ahkaamtii afarta qayb oo biyaha sheekhu wuu noo xadeeyay ee miisaanka lagu miisaanto baqad buu sheekhu noo sheegay shabaq loo hadal waa tan anaga waxaan noqsay samaan anaga ka soco naam marka qismi saddexaad baa jira sheekhu culumada ay ku daraan qaar ka mid ah oo ah biyaha xaraamta ah biyo xaraama ka waran matalan biyo aan soo dhacday biyo aan soo dhacday ku daraan qaadi kartaa waa karaayo biyo aan soo kale daaradu ku ansixisa laakiin maxaa tahay aathin baata dambiile guri aad dhacday aad ku tagto ka waran dambiilaata dambiga waa gooni laakiin salaadu way ku ansaxaysaa naam way sidii biyo way ku ansaxaysaa mara aad soo dhacday baa ku tukanay salaadii way ansaxaysaa laakiin maradaas aa lagu haystaa dambiga aa gashay allah uu ku haystaa iyo qofkan inaad xaqiisa u celiso naam taa masale marka laba masale kalata marka waxaa leeyahay almaaul xaraam biyaha xaraamta ayadana qayb kale ayaa laga dhigaa in la isticmaalo xaraam bay noqonaysaa saas wey macnaha in la isticmaalo xaraam wey araka soo marina soo ma thuma almiyaahu biyihi calaa arbacati aqsaamin afar qayb wey daahirin biyo daahir ah oo kabadel ama waxaa tira axaduhaa midkeed daahirun waa biyo daahiro daahtidiisa daahir ah haddana mudahirun wax daahiriya gayru makruuhin aan la dhibsan oo aan la kaan isticmaalu isticmaalkiisa wuu asagoo almaa ul mudlaqu biyihi la idlaaqay waay biyo la idlaaqay waxaa laga wadaa wax qeyd aan wadan hadii biyihi laakiin aan biyonimo mogta marka hadii la fasiro waxaa laga wadaa biyo la idlaaqay biyo biyo maya biyo bisa laga wadaa biyo biyo magac kale aan wadan hadii laakiin laakiin la yidhaaha maa ul wardi ama la yidhaaha biyaha casiirka biyaha casiirka maxay wataan macnaha waxba mogta la socday marka waa in maa ul mudlaqu biyonimo bisanyihiin biyonimo wathaaniya ka labaadna daahirun waa biyo daahiro mudahirun dahiro wax dahiro oo makruuhun la kahday isticmaalu isticmaalkiisa huwa asaguna almaau waa biyihii almushamasu qoraxda la dhigay xagga daliilka laakiin dhimalahan baan diri waxaana doortay alimaamu nawowi inaysan kale ahayn wa daahirun iyo biyo daahiro gayru mudahirin aan waxba dahirin karin huwa almaau almustacmalu waa biyo la isticmaalay waa soo suureynay xagga daliilka waxaan diri waxbay dahiri karaan iyo marka biyahan ama taqaanaa daahir gayru mudahir ayaa laba qayb ah almaau almustacmal iyo walmutaqayiru midkii ku doorsoomay bimaa shay khaaladahu dheehay oo min adaahiraati waxyaabaha daahirka ah naam iyo wamaaun biyo wey najisu nijaasa wahuwa asagu alladii kii wey xalad fiihi ay ku dhacday nijaasatu nijaaso wahuwa asagu duuna lqulateyni fuusta ka yar laakiin waan soo marnay maxaa la gaarsi karaa haddii biyo ay ku yiriin biyo waa la badinayaa falow kuuthira minaajka falow kuuthira haddii biyaha la badiyo ay qulateen gaaraan
رجوي واحد يسبدن الإسلام نجس ذي بحزة ما أو مسي كان هذه قلتيني فوستبيع يجرسين يوحك بدن فتغير مركز بو دور صمو نجس ذي بيبدي شيء هذي لكن فوستبيع يديهن نجس ذي إسن بدلين يا محلي هاي وعندك حديث بقى صاروري إن بيو هذي قلتين قارن وظاهر إلا إنه بدل كيس معنا إيش بس بدلن لدن كأي بدل كأي أركا حسياته حديث قص فيه ضعف لكن والجو إجماعي أجمعت الأمة إن بياس حديث قلتين فوست أي قارن يوحك بدن حديث إيش بدلن أو نجسد إيه بدشو إنه يهين بيو إبروي والقلتان قلتان ك 500 ردلوي شنب قلوا رضل بغداديين تقريبا في الأصحي مركع علماء ذو حالينك أقوه الرئي شافي عيدا أو شنب قلوا رضل شنب حالا 500 ردل بالله 500 ردل شنب قل أو وزن كوحا ذي بغداد وهي بادينا شغل إلى الإمام علي بن الحسين وكم إذا أصحاب الوجوب الله هي شيخ كلاو لي إبراهيم بن جابر labada sanin baahsan ku xadii culumadii kana la way ku raaceen shaaficiida laakiin de wadan kasta ee meesha la joogo umba lagu qiimeenaya naam fasalun haye waqtiga waxa ma la anigaa ay inta aawas ka joogay shaalka taga billow way inta ana joogay wallahu aalam bisawami kullu aalam wa billahi tawfiq.